ومعنا المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية أستاذ هاني روسين. عسلامة. نعود نتصل بالأستاذ هاني روسين. يسمع فينا؟ معك أنا معك. أهلا وسهلا بك أستاذي العزيز. أهلا بك، أنا معك. أهلين. طيب أستاذ، قرارات المحكمة اليوم إلزامات للكيان بعدم الاستمرار في قتل الأشخاص الذين ينتمون للمجموعة الفلسطينية في غزة، أيضا إلزام بإدخال المساعدات وغيره، لكن دون النطق بعبارة وقف إطلاق النار بصفة مباشرة، مع العلم أنه الإجراءات والتدابير اللي تكلمت عليها المحكمة الكل لا يمكن تنفيذها اليوم إلا بوقف إطلاق النار. يعني شنو قراءتكم اليوم لما يعتبره البعض قرار تاريخي وما يعتبره البعض الآخر خيبة أمل؟ شكرا على الاستضافة. بداية دائما توجه بتحية كبيرة جدا لجمهورية جنوب أفريقيا ولشعبها ولكل أحرار العالم الذين ساندوا هذه الدعوة وساندوا شعبنا في هذه الحرب وقبلها. بداية لابد من الإشادة بهذا القرار، لابد من اعتبار هذا القرار بصورة عامة قرار استثنائي وقرار تاريخي لعدة أسباب. أولا لأنه يصدر عن يعني محكمة معتبرة جدا، محكمة لها سمعتها الدولية، تتصف بالمهنية إلى حد كبير، تتصف بالحيادية أيضا إلى حد كبير، ثم أن هذه المحكمة تتصف قراراتها بالقطعية، أي بمعنى أن قرارات غير قابل للمراجعة أو الاستئناف، قرارات ملزمة بطريقة أو بأخرى تتصف بهذه الصفة الإلزامية. ثاني أو ثالث حاجة أو رابع حاجة أن هذا القرار لأول مرة يضع إسرائيل موضع اتهام حقيقي بأنها تقوم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عندما تقر المحكمة بهذا، تقبل دعوة جنوب أفريقيا التي تدعي في أول تقوم دعوتها على أساس توجيه اتهام قيام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. عندما تقبل المحكمة هذه الدعوة معنى ذلك أن هناك شبهة حقيقية بقيام إسرائيل بارتكاب هذه الجريمة، هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة لها عواقب وخيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إذن القرار حقيقة من وجهة نظر عامة، من وجهة نظر شمولية، من نظريا خلينا نقوله بأنه قرار تاريخي وقرار مهم جدا، أيضا تضمن مجموعة من التدابير العاجلة والمستعجلة وهي تتصف أيضا بالإيجابية، وربما أهم شيء أن هذا القرار يبعث برسالة إلى الشعب الإسرائيلي من أن حكومة دولتكم، من أن هذه الحكومة القائمة، من أن دولتكم تقودكم إلى مواقع الشبهة مستقبلا، حيث ستفتح ملفات متعددة جدا ضد كبار قيادات الجيش الإسرائيلي، قيادات الأمنية، على أن هذا الجيش يرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. إذن اليوم إسرائيل تتحول إلى حقيقتها، أو اليوم يتم بلورة صورة إسرائيل الحقيقية على أنها دولة خارج القانون، دولة ترتكب كل ما هو ضد الإنسانية وضد قوانين الإنسانية. إذن هذه الأهمية الكبرى لهذا القانون، ولكن كما قلت وهناك قراءات متعددة أن القرار لم يشمل كلمة أو عبارة ضرورة وقف إطلاق النار. وجهة نظري الشخصية أن هذا كان يجب أن يكون، وأعتقد أنه ضروري جداً وأنه مربط الفرس لسببين أساسيين. السبب الأول أن الجرائم التي ترتكب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة تحديدا هي أكثر بشاعة بما لا يقاس، بما قيل أنه ارتكب من قبل القوات الروسية في أوكرانيا، صح، التي سارعت محكمة العدل الدولية نفسها في مارس 2022 باتخاذ قرار مطالبة روسيا بوقف عملياتها فورا. إذا كانت العمليات الروسية يعني تستحق مثل هذا القرار العاجل بوقف وتعليق العمليات العسكرية، أعتقد أن ما يحدث في غزة يحتاج إلى قرار أكثر صرامة وأكثر حدة، لأن مستوى الجرائم اللي ارتكبت داخل غزة
أكبر بما لا يقاس ولا يقارن بأي جريمة ارتكبت عبر التاريخ وفي هذه الفترة الوجيزة. إذا كانت المعاهد الأمريكية والبريطانية وغيره تقول بأن ما ألقي على غزة يعادل قنبلتين نوويتين أو أكثر من ذلك، أنا ما يقتل بمعدل كل دقيقة لدينا شهيد أو لدينا مصاب، إذن هناك جرائم غير عادية كانت تستحق من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارا بتعليق أو بوقف العمليات العسكرية فورا، لأنها جرائم أكبر من الجرائم التي اتخذت قرارات بشأنها بشأنها لوقف العمليات العسكرية كما ذكرت الذي حدث في أوكرانيا. أستاذ هاني روسان، الجانب نعم أستاذي المستشار الإعلامي بسفارة دولة فلسطين في تونس، من الجانب المقابل العدو المحتل رئيس وزراء المحتل ندد بهذا القرار وعبر صراحة على تعهده بمواصلة الحرب على غزة. طبيعي، شوف فيما يتعلق بنتنياهو خاصة وبالطاقم الوزاري الموجود معه شيء استثنائي في تاريخ الشعوب، هذا أولا. وثانيا طبيعي جدا أن هذه المحكمة لها نوع من القرارات صحيح إلزامية ولكن آليات التنفيذ غير موجودة. ما أضعف ربما القرار إلى حد ما أنه افتقد إلى صيغة المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، وهذا يعني لم تدعني أكمل في هذه النقطة بالذات أن قرار المحكمة الحقيقة على هذه الهيئة جاء في وقت غير مناسب نهائيا، يعني في الوقت الذي تشتد فيه المظاهرات داخل إسرائيل، في الوقت الذي تشتد فيه المطالبة من قبل أهالي الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة بغزة، في هذا الوقت اللي تشتد فيه عملية الحراك من أجل تغيير هذه الحكومة، يأتي هذا القرار وكأنه يعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لمواصلة هذه الحرب، خاصة وأنه عندما طالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الإجراءات التي سماها بالطارئة أو العاجلة أعطاها مهلة شهر لكي تقوم بتقديم تقرير، وأعتقد أن شهر هذا خطير وخطير جدا ومدة طويلة جدا أيضا لعدة أسباب سأذكرها. إذا كان من المفروض على الأقل أن يعطي إسرائيل مهلة أسبوع في أقصى تقدير لكي يضحى أمام الأمن الواقع، ولكن عندما يعطيها فترة شهر أعتقد أن هذه فترة زمنية طويلة جدا لسببين. السبب الأول أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر وقف هذه المذبحة اليومية، هذه المذبحة التي تتم في كل لحظة، كان ينتظر أن يأخذ راحة ولو بسيطة جدا يتنفس من خلالها، يبحث عن الماء، يبحث عن الغذاء. ثانيا وهذا الأهم، أن المؤامرة التي تقوم الآن في غزة هي مؤامرة تهجير الشعب الفلسطيني، فعندما يمنح الجيش الإسرائيلي فترة شهر آخر للاستمرار بالعمليات العسكرية أعتقد وهو يستعد حاليا لنقل المعركة من خان يونس إلى رفح حيث تتجمع فيها ملايين مئات الآلاف من الفلسطينيين، أعتقد عندها التهجير سيصبح يعني واقعا قائما، وهذا هو يعني جوهر الأزمة وهذا هو الذي يجب أن ينتبه إليه المجتمع الدولي. ولذلك أقول بأن القرار قرار محكمة العدل الدولية بقدر ما هو مهم جدا وبقدر ما أثار حفيظة نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين، لأنهم اعتادوا أن يتجاوزوا القانون الدولي، اعتادوا أن لا يحاسبهم أحد، اليوم هذه المحاسبة يدركهم رغم عدم إمكانية تطبيق كل بنودها، لكنهم يدركوا أنها تضع الكيان وتضع قيادات سياسية والعسكرية لإسرائيل في موضع شبهات وستنجر عنها كثير من الملاحقات القانونية مستقبلا. لذلك الإدانة تأتي من هنا، والإدانة أيضا أن صورة إسرائيل، أن مصداقية إسرائيل، أن الرواية الإسرائيلية لدى المجتمع الأوروبي، لدى الجموع الشعوب الأوروبية اليوم ضربت بالأعماق، وهذا ما يثير حوق ربما نتنياهو الذي يدافع أو الذي يسخر حرب كاملة من أجل مصالح شخصية، من أجل مصالح الذاتية. ولذلك غير مستغرب من هذا الرجل الذي يتصب باليمين المتشدد أن تصدر مثل هذه التصريحات عنه، هذا متوقع
ولم يكن خارج الحسابات. هي وصمة عار أكيد اليوم معناتها لصقت في جبين الكيان الصهيوني، لكنه لا يزال معناتها يتصرف ويتكلم بكل هكا عنجهية، والولايات المتحدة لا تزال تؤيد، يعني هنالك حتى الحديث عن ضغوطات معناتها صارت على القضاة اليوم معناها اللي في محكمة العدل الدولية، يعني هو الضغط جاء من الجهتين، من الشارع والرأي العام في العالم، لكن أيضا من اللوبيات، هناك لوبيات اليوم قوية وحكومات تساند الكيان. أستاذ. نعم، وأتفق معك تمام الاتفاق، والحقيقة أنا يعني لا أريد أن أعمق النقاش أكثر مما يجب، ولكن انتقال الجيش الثالث إلى الجيش الإسرائيلي لما يسمى بالمرحلة الثالثة تحت الضغط الأمريكي، هذه الإجراءات التي سميت بالإجراءات الطارئة والتدابير الطارئة اللي طالبت فيها محكمة لاهاي ليست بعيدة عما كان ينظر إليه الأمريكيون، وبالتالي يعني هناك رائحة سياسية ما في هذا القرار. أتفق معك بهذا الإطار حقيقة، لأنه يعني مستوى الجريمة الذي ارتكب ومستوى القتل اليومي والرعب اليومي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني كان يتطلب على الأقل قرارا بوقف الحرب فورا وإنهاء العمليات العسكرية وتقديم كل أشكال المساعدات، لأن هناك فعلا مجاعة، هناك أمراض، هناك وباء ينتشر، هناك مآسي تنتشر لا تنقلها كل العدسات المصورين، ولكن هناك حقيقة مأساة كبيرة كانت تستحق أنه التدخل يكون أكثر عاجلا. ولكن بكل تأكيد أنا لا أريد أن أدخل أو أن أوجه نوع من الاتهامات، ليست لدي معلومات ما إذا كانت هناك ضغوط، ولكن أستطيع أن أستقرأ بأن الضغوط السياسية أو الحضور السياسي للحضور السياسي في قرارات المحكمة موجود، أكيد حيكون في موجود. وأنا شخصيا من موقف شخصي ومقاربة شخصية، يعني مع احترامي للقانون، مع احترامي للمقاربة القانونية في حل النزاعات الدولية، ولكن دائما وابدا أعتبر بأن القانون هو عبارة عن واجهة القوة، واجهة السياسة القوية، وبالتالي ليس هناك من حد فاصل ما بين المقاربة القانونية والمقاربة السياسية، ليس هناك من تعارض شديد، لا يمكن لنا أن نجد قانونا يواجه السياسة القوية مواجهة حادة، هناك نوع من الاستغلال في ظلالها، ولذلك تكون هناك بعض يعني القراءات التي يمكن أن تشي بطريقة أو بأخرى أن هناك يعني رائحة سياسية في بعض القرارات أو بجوهر القرارات، ولكن حتى لا نغرق بهذه التفاصيل دعنا نقول بأنه فعليا أهم حاجة أنا قرأتها بهذا القرار أنه أرسل برسالة واضحة للشعب الإسرائيلي من أن دولتكم لأول مرة لأن دولتكم ستقودكم إلى حتفكم، ستقودكم إلى أن تكونوا منبوذين على المستوى الدولي، ستقودكم إلى المحاكم الدولية. لم تعد إسرائيل التي كانت تدعي على المستوى الأوروبي بأنها القلعة المضيئة أو الشمعة المضيئة في هذا الظلام الدامس الشرقي، لم تعد إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة داخل العالم العربي المتخلف كما كانت تدعي الدعاية الإسرائيلية والصهيونية. اليوم إسرائيل بالعكس توجه لها من أرقى محكمة في العالم، توجه لها تهمة أو شبهة القيام بالإبادة الجماعية أو بجريمة الإبادة الجماعية، وهذه جريمة ليست سهلة وليست عادية، وهي ربما تتجاوز كثيرا يعني لا تختلف عن ما قام به هتلر ضد اليهود أنفسهم، والحد الآن اليهود بيستخدموا هذه المذبحة ذريعة لكي يتجاوزوا القانون. اليوم الإسرائيل، اليوم محكمة العدل الدولية تثبت هذه الشبهة التي تضع إسرائيل في مستوى الجرائم النازية والجرائم الفاشية التي شهدت الحرب العالمية الثانية. واضح.
كل الشكر السيد هاني روسان المستشار الإعلامي بسفارة دولة فلسطين بتونس. كانت هذه القراءة في قرار المحكمة، محكمة العدل الدولية، بإقرار وإلزام إسرائيل بستة تدابير مؤقتة. باش نرجع بعد الأخبار، نشرة مفصلة الأخبار، باش نحكيه على تفاصيل التصويت، لأنه من اللافت للنظر كونه من جملة ال 15 قاضي اللي نظروا في الملف، زيادة على القاضي الإسرائيلي والقاضي متاع جنوب أفريقيا، هما 17 في الجمله. فما قاضيه تمثل اوغندا تفوقت حتى على القاضي الاسرائيلي في مسانده اسرائيل. نرجعوا لها باكثر تفاصيل، لانه كانت معارضه لكل التدابير تقريبا، بما فيهم ادخال المساعدات الانسانيه لغزه، بما فيهم ايقاف العدوان وغيره. هذا الكل نرجعوا له باكثر تفاصيل بعد نشره مفصل الاخبار مع سهيل السمعي. راجعين